لكن طبعا في نقطة برضو مهم الإشارة إليها، إنه ما يمكن أن يعدل من خلال ما يستقى من جلسات الاستماع ليس بإضافة مادة جديدة أو لا بحذف تعديل من التعديلات اللي بيتم الواردة، لكن هو في صياغة التعديلات الموجودة حاليا. في إطار المواد اللي تم الموافقة مبدئيا عليه، يعني عشان يحصل إضافة مواد جديدة نمر بنفس ذات الإجراءات، خمس عدد الأعضاء يقترح ويتقدم نفس دي الإجراءات، آلية تانية بقى آلية تانية خالص ملاش. لكن احنا هنا بنتكلم عن الستين يوم دول مرتبطين باللي المجلس وافق عليه وأحيل للجنة التشريعية، جميل، اللي هو المواد اللي اتحددت واللي تم الموافقة عليه. أسبوع المداولة ده هو اللي هيؤهل أو يعني هيمهد بقى للإجراء اللي هيتم في اللجنة التشريعية في الأسبوع الأخير، إن هم يصيغوا بشكل نهائي التقرير النهائي حول هذه التعديلات وتفاصيلها بناء بقى على كل الإجراءات اللي تمت دي. وطبعا التقرير ده قبل ما ينزل الجلسة العامة لازم يتوافق عليه داخل اللجنة التشريعية والدستورية نفسها في جلسة يحضرها أكتر من ثلثينها، ولازم يتوافق بأغلبية أعضائها.